والآن نتعرف على حالة الطقس. مصطفى ميزار في وقفة أخيرة. من جديد شكرا هبة حسين وشكرا آية الكفوري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة والمحطة الثالثة والأخيرة في نشرتنا المتعلقة بأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية. شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى 35 درجة والصغرى إلى 25 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأسكندرية فالكبرى 30 درجة والصغرى 24 يكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 30-24 يكون حار، في بورسعيد 32-25 يكون الجو أيضا فيها حار، وفي الإسماعيلية 36-24 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 24 يكون الجو فيها حار. في العريش 32-24 يكون الجو فيها حار، في طابة 38-27 يكون الجو حار، في شرم الشيخ 41-29 ويتسم الجو بشدة الحرارة، في الغردقة 39-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 42 درجة مئوية والصغرى 28 والجو شديد الحرارة. عن محافظة أسوان درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29 أيضا الجو فيها شديد الحرارة، في الوادي الجديد 43-26 وأيضا الجو فيها شديد الحرارة، في شلاتين 38-29 ويكون الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 34-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.